السلامة يا وضيات. الحمد لله على السلامة. ما عرفت عيوني سيد عصام أم بشير أم كاسم أم ممدوح أم مسدود لأهل الحرم أم ضيافة أم الحبيب يا مرحبا بالإيجاد. ألف الحمد لله على السلامة. والله ما لي مصدق أعيوني. الله يسلمك يا ماما. الله يسلمك يا أختي. إن شاء الله لك. شو عاملين فيكم؟ ضاربينكم معذبينكم؟ لا 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 أختي، شو ضاربيننا ما ضاربيننا، عرضية ما صار شيء. لا تخافي يا مو، لا تخافي. أهلي خالو درت بالك على البيت بغيابي؟ معلوم. لا تسلمني عينك يا أوضاي. يا بنات روحوا جيبوا شي يشربوه، اكيد طش قلبهم. على راسي مرت عمي. يلا حاضر مصمم. يلا هدى عود اخي عود. يلا ولي على قامتي ان شاء الله عليكم. ولي على قامتي. يسلموا ايديك يا بنتي. وايديك عمي. عمي رجع اخي عصام وخالي ابو قاسم على الحاره. ايه بنتي رجعوا كلياتهم. يا الف الحمد لله الف الحمد لله. طمني ابن عمي إن شاء الله ما عذبوكم. عذبونا؟ لا لا ما عذبونا، بس حققوا معنا. يعني ما ضربوكم؟ لا لا ما ضربونا. لكن ليش رجليك عم توجعك ورمانة؟ من الوقفة الطويلة بالنظارة. طمنيني يا بشير، شو صار بالحارة بغيابنا؟ هيك كان بيفوتوا على الحارة بالليل بغيابنا. هذا اللي كنت حاسب حسابه. بس والله الشيخ عبد العليم الله يطولنا بعمره ما خلى اي رجل تعتب لجوا. الشيخ عبد العليم قد وقدوده الله لا يبارك بالوجع. قولي علي يا اخي لساته عم تجع. العسكر ضربوه عليها ومن وقتها ايده عم تجعه. الله يكسر دياتهم يا حق. انا رايح لعند الحكيم حمزه خليه يكشف لي عليها بركي بيعطيني شي دواء. خليك هون خالي انا بروح بجيب لك اياه براسي. لا 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 خالي لا، عود انت جنب امك وحريمك اكيد بكونوا مشتاقين لك. وين رايح خالي؟ القهوه جاهزه. يسلم هاليدين بنتي، وقت تاني ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو يا امو وين ابو ران؟ ماني شايف.